أول شيء هاي تركوني بهذه المناسبة، بعتبرها المقدسة، عيط شخصين، أمي ماما أنا بدي أقول لك بتشكرك لأنك جبتيني على هالدنيا وما بتعرف قديش أنا بحبك، والله يخليكي بصحتك، وأحفادك كمان بعيدوكي ونحن بنحبك كتير. تاني شخص كتير مهم بالنسبة لإلي، مرتي حبيبة قلبي يلي هي أم لثلاث بنات، يعني أم لثلاث بنات توم تريبلت. فمرتي بدي أقول لك أنا كتير بحبك، مرة سنين أنا وياكي كأنه امبارح، الله يخلينا إياكي ويطول بعمري. أنا ومارسيل ومارينا وميليسا هو بناتي، وأنا من قلك الله يخلينا إياكي يا ماما، ونحن كتير منحبك، وما في شيء بالدنيا نقدر نكفيك فيه لأنك أنت أحلى أم بالدنيا، والله ينعاد على كل أم لبنانية لأنه عن جد الدنيا أم.